آيات بينات من كتاب الله العزيز تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ خالد شكر قارئ القرآن الكريم بالعالم الإسلامي والعربي والمقيم بمركز مدينة الدلكية. نقلناها لكم صوتا وضوءا وفراشة حديثة قد ركبت لكم من مخازن ومعارض البشمهندس حمادة زغلول المقيم بإتاء البارو ونيابة عن جميع عائلات حسن وأسرة الراحل الكريم يتقدمون جميعهم بخالص الشكر لكل من جاء للعزاء والمواساة وشكر الله سعيكم جميعا. أيها الجمع الكريم عود طيب مبارك إلى مائدة القرآن الكريم نستمع لهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ عمر سلام قارئ القرآن الكريم والمقيم بمركز مدينة الدلكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الله عليم
أولئك أصحاب النار فيها خالدون. ألم تر إلى الذي قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر
صدق الله.